وللمزيد ينضم معنا من عمان الدكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما الداعي لاعتقال هذه الأعداد من الشباب المدنيين من الأنبار الذين تجاوزت أعدادهم 186 وفي هذه الفترة بالتحديد؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك. نعم، هو لا تزال حكومات الاحتلال وأجهزاتها الأمنية على نفس المنهج المرسوم لها منذ أيام الاحتلال الأولى، ويبدو أن هذا المنهج المتبع أصبح مرضا مستشريا معديا في أجهزة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. وهذا محاولة لإرهاب الناس بالاعتقال والقتل والتعذيب والإبادة الجماعية بإخضاعهم لرغبات الحكومة وأجهزتها الأمنية التي تبتز المعتقلين وأهاليهم وتقتات على آلامهم ومآسيهم لإلحاق مزيد من الأذى بالناس تحت ذرائع وحجج واهية أصبحت لا تنطل اليوم على أحد. والهيئة اليوم أكدت أن هذه الانتهاكات بحق الشعب العراقي تأتي في إطار التصعيد الذي تقوم به الحكومة الحالية في إيذاء الناس، تدمير حياتهم وابتزازهم بعد أن دمرت مدنهم بنفس النهج الطائفي الذي اعتمدته حكومات الاحتلال السابقة وأذرعها التي تقتات على آلام ومآسي العراقيين. ويبدو من خلال المتابعة أن الحكومة الحالية تنوي إعادة اعتقال جميع المفرج عنهم في الأنبار وبقية المحافظات، والتهم طبعا جاهزة هي أن هؤلاء خلايا إرهاب. طيب ماذا عن القضاء؟ كيف يمكن أن يسمح باعتقال أشخاص كانوا قد اعتقلوا من قبل وأثبتت هي براءتهم وأطلقت صراعهم، إضافة إلى التشهير بهم على الإعلام دون أن تكون هناك تحقيقات أو أدلة تثبت إداناتهم؟ طبعا هؤلاء المعتقلون هم عدد كبير جدا، 186 معتقل كانت قد ألقت عليهم القوات الحكومية والميليشيات الإجرامية منذ سنين بعد أن اعتقلتهم وأبقتهم في السجون لمدة سنة تقريبا، يعذبون تحت وطأة تعذيب شديدة جدا، محاولة من هذه الحكومات ومن هذه الأجهزة الأمنية أن تجبر هؤلاء على الاعتراف، لكن على مدار سنة كاملة تقريبا لم يعترف هؤلاء عن أي جرم ارتكبوه. وأثبتت المحكمة سابقا قبل سنين أن هؤلاء أبرياء ولا توجد ضدهم أي تهم، وهم براء من أي تهمة بحقهم. لكن تفاجأ هؤلاء الأبرياء بحملة قبل يومين استهدفتهم واعتقلتهم وحاولوا تجريمهم بعد أن صوروهم وعرضوهم على شاشات الإعلام، كله بعد ساعات من الاعتقال، محاولة إلصاق التهم معينة لهؤلاء الأشخاص، علما أنه قد برئوا سابقا على المحكمة وعلى يد الأجهزة الأمنية السابقة، لأنهم الآن يتمتعون حتى ما يسمى بالباج الأمني الذي هو قد يمنح للشخص بعد مروره على 7 أجهزة أمنية، فهم براء من كل ما ينسب إليهم من تهم. ما جرى من محاولة إلقاء التهم عليهم ومخالف حتى القضاء، يعني هؤلاء الأشخاص لم يعرضوا على القضاء كي يبت القضاء بأنهم مجرمون أو أنهم أبرياء. مباشرة بعد أن تم اعتقالهم وبعد أن عرضوا على التلفاز أصبح المتحدث باسم الداخلية يتكلم عن أن هؤلاء مجرمون، ولكن الحقيقة تختلف بذلك. لذلك نحن لا نتكلم عن معايير حقيقية تتبعها هذه الأجهزة الأمنية، بالعكس هم الآن أصبحوا هم الخصم وهم الحكم، فهم يعتقلون وهم يحكمون على أن هذا الشخص مجرم أو غير مجرم، علما أن هؤلاء الذين تم اعتقالهم أتت قوات بغداد مع بالتعاون مع الأجهزة في محافظة الأنبار وتم إلقاء القبض عليهم بدون أي حتى مذكرة مسبقة لإلقاء القبض عليهم. طيب استمرار الأمور بهذا الشكل من الاعتقالات والتغييب للمواطنين إلى أين يمكن أن يؤدي بهذه المناطق التي خرجت منهكة بالأصل من عمليات عسكرية دمرتها؟ يحاول الآن الحكومة الحالية أن تخلط الأوراق
هم يحاولون أن يزيدوا مآسي العراقيين مآسي، وأن يزيدوا من ما يعانيه العراقيون من إبادة جماعية جرت عليهم على مدى السنوات الماضية، وتهجيم وتهجير ونزوح بالملايين. هم يحاولون أن يجبروا الناس على أمور ربما يضطرون إليها في ما يجري من تغيير في دول إقليمية وتهديد لدولة أخرى من دول، يعني يحاولون جهد الإمكان أنهم يشعلون نار الفتنة في هذه المناطق وإثارتها وزعزعة البلاد من جديد لمآرب أخرى لا تخدم العراق وإنما تخدم دول الجوار. من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.